وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف من لندن السيد مهدي عقبائي، عضو المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية. سيد مهدي، بداية نرحب بك، وإذا من الممكن أن توضح لنا أكثر حول الموضوعات التي ناقشها هذا المؤتمر. نعم، أهيئكم وأهيئ مشاهدي قناة بحرين، وعن طريقكم أحيي الشعب البحريني الشقيق. نعم، طبعا هذا المؤتمر لم يكن أول من نوعه، عقد عدة مؤتمرات سبق هذا المؤتمر. يوم أمس كان مؤتمر في عاصمة البريطانية لندن، وناقش تفاصيل جديدة حول أنشطة الإرهابية للنظام الإيراني في أوروبا، وموجة عمليات إرهابية يديرها النظام عن طريق سفارات نظام الملاذي في أوروبا، حيث تلعب دورا مفصليا في مخططات الإرهابية للنظام من جوانب مختلفة. ضمنت المؤتمر معلومات جديدة تفاصيل عن دلوء المسؤولين ومؤسسات الإيرانية في الإرهاب الملاذي في أوروبا، سلسلة قيادة في عمليات صنع القرار في الإرهاب. ومن بين مواضيع النقاش كانت معلومات حول شبكة وزارة مخابرات العاملة في الخارج، ولاسيما الهجمات الإرهابية في أوروبا، وتفاصيل عن شخص الرئيسي الذي يوجه عمليات الإرهابية خارج إيران وسلوكه وخلفياته، وهو بالضبط رضا عميري مقدم، كان أحد أعضاء قوات الحرس خلال فترة الحرب الإيرانية العراقية، ولكن بعد ذلك دخل في وزارة المخابرات، وقبل تغيير هيكلية وتنظيم جهاز الاستخبارات الخارجية والحركات في القوسين إلى منظمة من قبل وزارة المخابرات، كان مسؤولا أيضا في هذا الجهاز. شارك طبعا هذا المؤتمر عدد من الشخصيات السياسية من أعضاء مجلسي الأمور والأعيان البريطاني، ذكر في خبركم قبل قليل، من أحزاب مختلفة، ومنهم ديفيد جونز العضو في مجلس الأمم البريطاني، واللورد ماغنس عضو في مجلس اللوردات، وباب بيلك. نعم، جيد. إذا وصلت الرسالة. السيد مهدي عقبائي، عضو المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، كنت معنا مباشرة من لندن، شكرا جزيلا لك.